هكذا تسير العمليات العسكرية في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء في مهمة جديدة لتضييق الخناق على ميليشيا الحوثي وحليفها المخلوع صالح. فخلال الأسابيع الماضية صعد الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية من هجماته ضد الميليشيا، وسيطر على مواقع وصفت بالاستراتيجية كجبال السفينة والقتب وقرن وادعة، الأمر الذي غير سير المعارك بشكل كبير كما يرى مراقبون. هذا التقدم ساعد أيضا في اشتعال الجبهات في مناطق أخرى كصرواح في مأرب وتعز والضالع وشبوة، حيث حقق الجيش مكاسب جديدة وأفقد الميليشيا تواجدها العسكري على الأرض. الطريق هنا محفوفة بالمخاطر، لكن التقدم فيها مستمر صوب مواقع يرى الجيش الوطني أنها ذو أهمية وتلعب دورا كبيرا في مجريات العمليات التي تشهدها نهم. ورغم وعورة التضاريس في هذه المناطق، إلا أن الجيش عازم على إحكام السيطرة كليا على مديرية نهم في الوقت الذي تستميت الميليشيا في الدفاع عنها، رغم أنها خسرت الكثير من مقاتليها وعتادها العسكري بعد ضربات عسكرية مختلفة وبمشاركة جوية للتحالف العربي. وبهذا تكون جبهة نهم إحدى الجبهات التي تراهن عليها الميليشيا كثيرا، كونها طوق النجاة للعاصمة صنعاء التي تقع تحت سيطرتها، فيما الجيش يعزز من تواجده في مهمة اجتياز هذه المديرية للوصول إلى قلب صنعاء.